السندباد قرر يغير شغلانته ويبقى تاجر أسمنت. وكان السندباد من أكبر العملاء اللي اشتروا بضاعة كتير وبانتظام، وعشان كده لف العالم مع أسمنت العمرية. والنهاردة السندباد كسب رحلة سياحية لتركيا، بس المرة دي مش هيطلع لوحده، هيطلع هو وعشرة من العملاء الموجودين معانا النهاردة. انت كمان تقدر تطلع مع سندباد العمرية الرحلة اللي جاية. انتوا عارفين الرحلة اللي جاية فين؟ رحلة عمرة المولد النبوي الشريف. لو تحب تشترك معانا اسأل مندوبك عن برنامج سندباد العمرية واطلع معانا الرحلة اللي جاية، وما تنساش بشكرتك تحجز تذكرتك.